التويست اللي انت عملته في حتة يعني هو العلاقة بينهم كانت شد وجذب طخ 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 لحد ما هو عيه وفي تويست هنا حصل وبدأت علاقة جديدة بين شرنوبي أو بين طارق ورمزي ورمزي والاتنين بينهم قضايا ومحاكم وكذا. لكن هنا التويست ده ليه عملت التويست ده؟ ده التويست ده هو اللي قلب المسلسل ده. يمكن كان في آخر إيه أربع خمس حلقات مش كتير، ما كانش 10 حلقات يعني. لا. عملته قرب الـ 26 سبع حلقات. ليه عملت التويست ده؟ عشان الدراما، عشان الصراع. بس انا كنت عايز انتصر للعلاقه الانسانيه بصراحه، يعني هو ده كان الهدف الرئيسي بتاعي. انا كنت عايز انه مهما اختلفنا ومهما اتخانقنا ومهما حصل اي حاجه، احنا في الاخر بني ادمين. ايه المانع يعني ان احنا نقدر نتعايش يعني. فكان وطارق بيفتقد جدا الاب في حياته طول الوقت، ورمزي ما عندوش ابن. طب ايه المانع؟ انت ممكن لو انت مفتقد الاب في حياتك ممكن تلاقيه في حته تانية سهله. في مشاهد، ايه اصعب مشهد صورته استاذ طارق؟ مشهد واحد. اصعب المشاهد اللي صورتها. طيب المشاهد اللي وان اللي وان شوت هقول لحضرتك. في مشاهد كتير وان شوت كانت بتمشي. بس لا 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 ربنا يخليك، ربنا يخليك طبعا. مش هتصور نفسك ساعات. هو انا بس هستسمح حضرتك انه اشارك في الرد على سؤال عمر الاول. التويست اللي حضرتك اتكلمتي عليها في منتهى الذكاء، وهي اللي قلبت العلاقه. بس عمر عمل تحضير للتويست، حطوهم في مواقف الزاميه اجباريه، وبالمناسبه هي مواقف تبدو يعني لو حد سمعها مش لطيف. يعني هما راح لهم حرامي سرق البيت، ده قربهم شوية. راح لهم الراجل بتاع فاتورة الكهرباء فأخد كل الفلوس اللي معاهم ومشي، قربهم شوية. بس هما بيقربوا ويرجعوا يفتكروا انه لا في مشكلة في الخلفية، فاحنا لازم نفضل محافظين على انه في مشكلة، لغاية ما جه اللحظة الإنسانية دي. رجوعا لسؤال حضرتك، المشاهد الوان شوت بتبقى مشاهد صعبه جدا، وعمر الله يستوره. عدت مشاهد كتير؟ لا خالص والله ابدا خالص. صوري بقى بعيدش كتير يعني. هقول لحضرتك على حاجه، هو الروح العامه في العمل ده كانت مخليه كل واحد مسؤول عن ان المشهد ينجح زيه زي مخرج ملتزمين العمل. يعني كرو ملتزم وبيحافظوا مش على شغلهم، بيحافظوا على شغل بعض. يعني لو في حد قاعد مش مظبوط فيقول لا خلي بالك عشان الكاميرا هتيجي هنا دلوقتي علشان مش عارف ايه الراكور، ومش مساله ان هم عشان ما نعدش، هم عايزينه يطلع حلو زي اصعب بالزبط. مشهد اصعب مشهد وان شوت كان بالنسبه لي المشهد بتاع العزاء عيد الميلاد، كان صعب برضو. بس العزاء اصعب، العزاء اصعبهم لانه في ميزانسين طويل جدا جدا، وما كانش فيه يعني كان بيحركوا السيتويشنز اللي جواه، فلازم الكاميرا تروح لحد هو اوريدي ان سيتويشن. وطبعا بالنسبه للتحضير، حضرتك فاكره تحضير المشهد ده كان عامل ازاي؟ ايوه.